ضعف وعدم الاستقرار في الفترة الماضية، محاولات التغول التركي الإسرائيلي في استخدام حقوقها في منطقة البحر المتوسط. طيب دكتور يسري، احنا يعني احنا كنا عايزين فعلا نحلل الموضوع ده، ولكن يعني حان موعد موجز الانباء، مش عارف هتكون ان شاء الله معانا بعد الموجز ولا لا، وان شاء الله يكون لنا لقاء في برنامج اخر او الاسبوع الجاي نحلل الموضوع ده. دكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك. نتجه بسرعه لموجز لاهم الانباء مع زميله ايمان منصور، كونوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا مجددا، وزي ما قلنا في بداية الحلقة هتكون الفقرة الحوارية الوحيدة في هذا البرنامج حول الحفريات التي تقوم بها إسرائيل تحت المسجد الأقصى وفي أماكن عدة من القدس، تحديدا القدس القديمة. طيب تعالوا نشوف بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي قال إيه. قال لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. يعني نستنبط من كده ان عقيدة اليهود هي قائمة على هاتين الركيزتين. اسرائيل بتتبع استراتيجيتين لتحقيق هدفها في القدس تحديدا. الاولى هي تهديد مدينة او تهويد مدينة القدس باكملها وتفرغها من سكانها من الديانات الأخرى المسيحيين والمسلمين على حد سواء. الاستراتيجية الثانية هي زيادة وتيرة الحفريات في محاولة لإثبات وجود الهيكل في تلك البقعة من الأرض، فضلا عن أن تلك الحفريات تؤثر على سلامة البناء الخاص بالمسجد الأقصى. طيب خلينا نرحب مع بعض بضيفة هذه الحلقة الدكتورة ليلى أبو المجد، أستاذ الدراسات التلمودية بجامعة عين شمس. أهلا بيكي، وإحنا عارفين أن حضرتك ليكي دراسات في التلمود، وهو كتاب الفقه زي ما حضرتك تناقشت معاكي قبل الحلقة، كتاب فقه الديانة اليهودية. خلينا نبدأ من الحفريات، إيه اللي بيحصل دلوقتي تحت المسجد الأقصى وليه؟ الحقيقة الحفريات اللي تحت المسجد الأقصى وفي القدس عامة وفي فلسطين بدأت منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، يعني قديمة وليست حديثة. كان بهدف أول ما بدأ الانتداب البريطاني على فلسطين بدأت الحفريات للبحث أو لتأكيد على ما جاء في التوراة من تاريخ وجغرافيا، فكان المنقبون بيعملوا حفرياتهم في ايديهم التوراة في ايد والمعول في ايد اخر عشان يدوروا على الاماكن التاريخية والجغرافية اللي جاءت في العهد القديم. طبعا لم يثبت او لم يجدوا اي اثر من الاثار او اي شيء يؤكد وجود هيكل، يعني هذا الكلام بدأ منذ الانتداب البريطاني، يعني منذ زمن قديم جدا. طيب الحفريات دلوقتي في المسجد تحت المسجد الأقصى إيه هدفها؟ أولا هي ليها هدفين. الهدف الأول والأساسي إن اليهود بيعتبروا نفسهم نجسون. يعني إيه نجسون؟ النجاسة عند اليهودية أشد أنواع النجاسة إنك تلمس جثة ميت أو تمشي على الأرض، دي الأرض تحتها رفات موتى، فأنت ما تمشي عليها تعتبر أنت نجس نجاسة، أصل أصول النجاسة. يعني لا يمكن تطهيرها، يعني لا ممكن تطهيرها بس هتطهر بايه؟ برماد حرق البقره الحمراء. طب البقره الحمراء نجيبها منين؟ دلوقتي اسرائيل منذ فتره طويله عامله تعمل يعني تبع الهندسه الوراثيه حاولوا انتاج بقره حمراء بالمواصفات اللي جت في العهد القديم اللازمه للتطهير ولطقوس التطهير، ورغم كل معامل العالم مفتوحه
لهذا الشيء، ورغم الانفاق يعني والبذخ في الانفاق على هذا لم يتمكنوا للان من انتاج بقره حمراء بالمواصفات اللي جت في العهد القديم. والناتج حكايه البقره دي ايه يعني؟ هو ربنا مثلا امرهم؟ انا اللي اعرفه ان ايام سيدنا موسى عليه السلام يعني امروا انهم يجدوا بقره ما فيهاش اي نوع من انواع العلامات. لا، ولا ما هي بعد اذن حضرتك أتفضل. البقره الصفراء اللي وردت في القران الكريم، ايوه، غير هذه البقرة الحمراء. أيوة، البقرة اللي بنتكلم عنها البقرة الحمراء دي اللي هي يعني مش حمراء بمعنى حمراء، البقرة اللي هي نبيتي أو اللي هو المرن اللي هو لون البقر بس ما فيهاش علامات، بني ضارب للحمرة. أيوة، لكن البقرة الصفراء اللي وردت في القرآن الكريم دي في حالة إذا مات قتيل ولم يعرف قاتله. أيوة، دي شريعة غير هذه الشريعة، غير هذه الشريعة. البقرة الحمراء احنا بنتكلم عنها، البقرة الحمراء دي وردت برضو طقوسها في سفر العدد، وهو من الأسفار اللي بتنسب إلى موسى عليه السلام، وهي دي لما يكون ده للطهارة من نجاسة الموتى. فبنعمل إيه؟ يعملوا اللي يقعد الإنسان نجس 7 أيام، وعشان يطهر يرشوا عليه من ماء جاي من نهر جاري، مرشوش عليه رماد البقرة الحمراء، مرشوش على الماء ده رماد البقرة الحمراء، وينصر عليه الكاهن من الرماد ده، الماء والرماد ده، في اليوم الثالث واليوم السابع، ويستمر نجس 7 أيام ولا يعتبر طاهر إلا بعد غروب شمس اليوم السابع. وينصر عليه مرتين في اليوم الثالث وفي اليوم السابع عشان يظهر من في حالة لولوها من نجاسة الموت. طب دلوقتي ما فيش بقرة حمراء، يبقى يعتبر كل اليهود نجسون، ما يسمحش ليهم ان هم يمشوا بأقدامهم على المكان اللي عليه المسجد الأقصى. لان ده بيقولوا يعني قدس اقداس، بيعتبروا انه ده مقدس جدا وده مكان الهيكل، فاذا ما ينفعش هم يمشوا عليه هم نجسين. طب يعملوا ايه؟ فالانفاق دي علشان يسمح للنجس ان يمشي في الانفاق، لان ايام هما بيزعموا في المشنة، في كتاب المشنة بتاعهم اللي هو متن التلمود، ان ايام الكهنة لما كانوا بيبقوا نجسين كانوا بيمشوا في انفاق تحت الهيكل ويخرجوا من ابواب عشان يطاروا في اللي هي المغطس التطهير بره، ويرجعوا تاني يكملوا الطقوس ويطهروا من نجاسته. يعني الحفر اللي بيعملوه ده نوع من علشان قيادة. يعني هم معتبرين مبنى المسجد الأقصى ده هو أقيم في مكان الهيكل، أيوة، واللي بيتحفر ده تحت ده علشان يقدروا ما يمشوش من فوق، عشان ما يمشوش من فوق. طب ويمشوا من تحت ليه؟ عايزين يؤكدوا وجودهم وما يسيبوش الأمر أو الوضع على ما هو عليه، باعتراف يعني سلطة الفلسطينيين على هذا المكان. طب احنا يثبتوا. بنشوف متطرفين يهود أصلا كل يوم تقريبا بيمشوا بيدخلوا ساحة لهم المسجد. أماكن بحدد لهم أماكن فوق اللي هي بعيدة عن الأماكن، المكان المقدس اللي هم معتبرين إن هو ده مكانهم. طب اللي عايز بقى يمشي في أي مكان يمشي بقى في اللي هي إيه، في الأنفاق والسراديب اللي عاملينها تحت. ده الهدف الأساسي. الهدف الثاني خلخلة أساسات المسجد الأقصى، وده يعني عشان يتهد المسجد الأقصى فخلخلة أساساته، بحيث أي زلزال بسيط يجي يتهد المسجد الأقصى. طيب ما هو لو اتهد المسجد الاقصى هيقع على الحفر اللي حافرينه تحت، يعني هيتهد من فوق، هيتهد من فوق. تحت عاملين الخلخله دي، عاملين دعامات، يبقى سهل. لما هو هيتهد يبقى يهدوها كلها ويبنوا بقى من تاني الهيكل. يعني يبنوا الهيكل، يعني يبنوا الهيكل المزعوم. يعني اللي انا عايز اقوله اصلا، انا يعني قريت قبل كده اصلا ان كنت بتسائل عن دعم العالم لاسرائيل، يعني ليه الولايات المتحدة المسيحية الصهيونية اللي هي اللوثرية الأمريكية ده كل يعني على فكرة اللي في أموال يعني بتنهال على إسرائيل من كافة دول العالم ومن الجهات، من جهات مسيحية كثيرة جدا، اللي هي المسيحية الصهيونية اللي هي بتتفق مع اليهود في الإيمان إن لازم هيسبق مجيء المسيح، مجيء تاني السيد المسيح، اللي هي كوارث، ولازم اليهود يتجمعوا فعلا في أرض فلسطين، وفي كوارث وحروب، ويعيدوا بناء الهيكل، ويعيدوا بناء الهيكل، والكوارث والحروب وتجميع اليهود ده تبقى دي يعني إذانا بالمجيء التاني للسيد المسيح.
طب يعني احنا قدام مشروع عالمي، يعني احنا يعني ده مش اسرائيل، احنا لا هقول لحضرتك هي مشروع عالمي، وجورج بوش الابن عبر عن هذا صراحة. ما هو اليمين الامريكي والمسيحية الصهيونية داعمة جدا جدا لما تقوم به اسرائيل، زائد ان اقامة اسرائيل اصلا هي مشروع استعماري والشرق الاوسط الجديد. يعني اقامة اسرائيل اول اقامتها كانت مشروع استعماري، قايمة على ايه؟ على ثلاث دعامات اساسية: التهجير والتوطين والتستر وراء الدين والدعاية. طب التهجير والتوطين ازاي؟ ما انا ما اقدرش اهجرهم كده واجيبهم واقول ان احتلال جايين يحتلوا، لازم اقول اللي هي العودة. ده كان ليهم دين قديم وعبادة قديمة، وان هم سابوها وتركوها، ولازم يعودوا الى ارض ابائهم واجدادهم ويحيوا هذا الدين الجديد. طب هل هذا المخطط الاستعماري مخطط حديث الاستعمار البريطاني هو اللي اخترعه؟ لا، ده من ايام السبي الاشوري في القرن السابع قبل الميلاد، وتكرر مع السبي البابلي القرن الخامس قبل الميلاد، وتكرر مع العودة من السبي ايام كورش. يعني ده تخطيط الامبراطورية الاستعمارية، انت عايز تستعمر منطقة معينة، فانت لازم تخلخل المنطقة دي من سكانها الاصليين وتجيب عملاء موالين ليك وتقول انك ايه بترجعهم لبلادهم القديمه، ده كان ليهم ديان وكان ليهم ديانه واللي كان ليهم عباده هنا، لان الدين ده ركيزه اساسيه. يعني نقدر نقول ان احنا قدام مشروع مشروع استعماري. الناس الصهيونيه اتفقت مع الاستعمار العالمي، هي اصلا اقامه اسرائيل جت ازاي؟ اللي هي لا، الاستعمار العالمي اتفق مع الصهيونيه العالميه في ايجاد دوله لليهود. أيوة. وحل المساله اليهوديه في اوروبا، حل مساله بالطبع. اليهود الكتير في اوروبا اللي متدفقوا، فنحلوها بايه؟ ان انا هاجبهم في المنطقه دي، منطقه استراتيجيه بالنسبه للعالم، الموقع الاستراتيجي لمنطقه فلسطين. والعلم حضرتك يعني المخططات السبي الاشوري والسبي البابلي والامبراطوريه الكلمه على السبي الاشوري والسبي البابلي اللي هي لما خرجوا لكان لمنطقه فلسطين. يعني كل المخططات الاستعماريه دي كانت التهجير والتوطين بيتم في منطقه فلستين. يعني اذا يعني كان تهجيرهم بيتم مثلا من العراق. يعني هقول لحضرتك حاجه، السبي الاشوري عمل ايه؟ الملك اشور جه هجر السكان اللي ساكنين في مملكة إسرائيل الشمالية اللي هي شمال إسرائيل 10 أسباط، وخدهم ودهم فين؟ إلى أشور، وجاب بدلهم سكان موالين ليه وحطهم في هذه المنطقة. كويس؟ طب سبي البابلي عمل إيه؟ جاب اللي هم الصبتين اللي باقيين اللي هي في منطقة يهوذا، هجرهم إلى بابل، وجاب بدلهم سكان من بابل زرعهم مكانهم. طب السبي البابلي عمل ايه؟ قال السبي البابلي استمر 70 سنة، فلما جه ملك كورش قال لهم يا جماعة اللي هجركم ملك بابل الظالم وجابكم هنا وهدم لكم المعبد، اللي عايز منكم يرجع يتفضل وانا هساعدكم وابني لكم بيت الرب، ده ربنا هو اللي امرني. حتى هما بيعتبروا كورش المسيح مخلص، يعني بيعتبروا موسى او المسيح مخلص. موسى عليه السلام لما خرجوا من مصر ده كان اول مسيح مخلص. تاني مسيح بيعتبروه كورش مع انه ده فارسي. ده فارسي. فهم مستنيين بقى يعني ايه المسيح المخلص الثالث بقى. المسيح المخلص يا ترى هيجي لهم بقى منين يعني الثالث. فانا بقول لحضرتك المخططات الاستعماريه كلها بتعتمد على ايه؟ ان انا اخلخل البنيه السكانيه والاجتماعيه، وهو ده اللي امريكا بتعمله دلوقتي. انا بهد البنيه الاجتماعيه بقى، بشيل الناس واجيب ناس موالين ليا، بستقطب ناس موالين ليا واسكنهم في المناطق الحيويه والحساسه. طب هل منطقه فلسطين دي حيويه؟ طبعا حيويه. فارس الامبراطوريه الايرانيه والفارسيه والعراق ما لهمش منافذ على البحر. يعني هو الخليج العربي او الفارسي، يعني لما ايران بتستولى يبقى الخليج الفارسي، العراق هي اللي بتستولى يبقى الخليج العربي. ما لهمش منفذ على البحر المتوسط. فاذا الامبراطوريه البابليه لما تتوسع لازم تستولى على المنطقه، توصل للبحر المتوسط وتتامن وتامن السواحل بتاعتها على البحر المتوسط، منطقه فلسطين. برضو الامبراطوريه البابليه او الاشوريه اللي هو في العراق، الاشور شمال العراق، بابل جنوب العراق.
برضو الإمبراطورية المصرية لما تيجي تأمن حدودها كانت بتوصل لغاية أشور غاز أشور كمان شمال العراق كانت بتستولي على المنطقة دي كلها وحروب قادش ومجد وكلها في شمال فلسطين. طب حضرتك اللي أنا عايز أقول يعني إيه طيب خلينا